ماروك أخبار يومية. السلام عليكم ورحمة الله. بالرغم من حالة الطوارئ الصحية التي تشهدها البلاد جراء تفشي جائحة كوفيد-19، فإن عددا كبيرا من الفنانين في الآونة الأخيرة لم يتوانوا عن إقامة حفلة أعراسهم أو حفلات عقيقة أبنائهم، وآخرها عقيقة ابنة الممثل أنس الباز، حيث احتفل الباز وزوجته سارة بعقيقة مولودتهما الأولى وفق الطقوس والتقاليد المغربية، حيث أظهرت لقطات فيديو نشرته الزوجة على حسابها بموقع الإنستغرام الاحتفال بذبح الأضحية، وبعدها ظهرا يرقصان على أنغام فرقة الدقة المراكشية، واختار الزوجان اسم دنيا لأول مولودتهما، حيث أرفقت زوجة الباز الفيديو بتعليق جاء فيه: الله يحفظك لنا دنيا، جعلتي منا أسعد أبوين. وبدت أجواء الفرحة والسعادة على وجوه الزوجين اللذين تحرصوا على عدم تفويت هذا الاحتفال. نشكركم على حسن المتابعة. قناة ماروك أخبار يومية.